حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو النظام التركي من أن الاعتداء على شمال شرق سوريا سيكون له عواقب مدمرة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عقب لقاء بين بومبيو ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في واشنطن إن بومبيو حذر من العواقب المدمرة المحتملة للعمل العسكري التركي الأحادي الجانب في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن النظام التركي يمر بظروف سياسية بالغة الصعوبة بعد الصفعة التي تلقاها الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية الأخيرة في كبريات المدن التركية، بالإضافة إلى توتر العلاقة بينه وبين معظم الأطراف الإقليمية والدولية. وحول هذا الموضوع معنا من سويسرا المحلل السياسي بيير روستوم. أهلا بك أستاذ بيير. أستاذ بيير، مرحبا بكم أستاذ المشاهدين، أهلا بكم. نعم أستاذ بيير، إن كنت تسمعني أستاذ بيير، يعني وزير الخارجية الأمريكي يحذر نظيره التركي من الاعتداء على شمال شرق سوريا. طبعا هذه التحذيرات ليست الأولى لكنها يبدو أنها الأقوى، كيف تقرأ أنت هذا التحذير؟ بالتأكيد هي كما تفضلتم ليست هي المرة الأولى التي نجد بها نوع من التصادم بين الطرفين، بين تركيا من جهة وبين الولايات المتحدة على عدد من الملفات، وليس فقط ملف الهجوم أو التهديد التركي الدائم لمناطق شرق وشمال سوريا، بل هناك عدد من الملفات التي هي عالقة بين الدولتين، وتحديدا ملف الصواريخ الروسية S-400، بالإضافة إلى مسألة الاعتقالات التي حصلت خلال فترة الانقلاب وما بعد الانقلاب، التي ادعى الحكومة التركية حكومة العدالة والتنمية بأن هناك أيادي خفية من الخارج، وفي إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسفارتها بأنقرة. يعني هناك عدد من الملفات، ولكن كان دائما هناك نوع من التسويات السياسية بين الدولتين. هذه المرة يبدو أن الملف أصبح صعبا أو معقدا أكثر نتيجة التهديدات والتعنت التركي بعقد صفقته مع الروس. نعم أستاذ بيير، يعني عندما يطلق بومبيو تحذير من عملية عسكرية محتملة بشكل أحادي الجانب، يعني ما المقصود بأحادي الجانب؟ هل هناك يعني إشارات أن هناك ربما يكون هذا تنسيق، يجب أن يكون هناك تنسيق بين الولايات المتحدة وتركيا وأيضا روسيا؟ أعتقد أن رؤية الولايات المتحدة قرأناها أو تابعناها خلال المرحلة الماضية، لأن هناك حقيقة نوع من التوتر بين المناطق الإدارة الذاتية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية والتركية، وبالتالي لابد على إيجاد حل حقيقي لهذه المعضلة، لهذا الملف. لكن الرؤية التركية أو الرؤية التركية عن الرؤية الأمريكية تختلف اختلافا جذريا. تركيا تريد نوع من المنطقة آمنة، أو منطقة حماية تحت حمايتها كما تسميها، بمنطقة آمنة أو منطقة أمنية. لكن الأمريكان لهم رؤية أخرى بأن هذه المنطقة يجب أن تكون منطقة آمنة لكل مكوناتها، لكل الشعوب، لكل القوى الموجودة، وتحديدا لحلفاء الذين حاربوا معها من قوات سوريا الديمقراطية ضد القوى التكفيرية الإرهابية من داعش وغيرها. وبالتالي هناك رؤية مختلفة. رؤية الأمريكان أن تكون منطقة شبه منطقة حماية دولية فيها إشراف دولي تحت رعاية دولية، لكن الأتراك يريدونها منطقة على غرار محافظة إدلب وعفرين التي تم احتلالها مع المجموعات الإسلامية الراديكالية. إذا أستاذ بيير، يعني هي يعني إذا كيف السبيل إلى توفيق الرؤى بين الرؤية التركية والرؤية الأمريكية حول المنطقة الآمنة برأيك؟ ما هو المخرج يعني؟ أعتقد يعني الملف السوري سيعالج كسلة واحدة وليس منطقة، يعني رغم أن هناك تجزئة لكل سوريا نتيجة واقع الميليشيات، واقع العسكري، واقع الاحتلال لعدد من الدول لجغرافيات محددة بسوريا، لكن بالأخير الملف السوري سيحل ضمن سلة واحدة. يعني بالتأكيد هناك تباينات بين المواقف الدولية، تباينات بين القوى الموجودة على الأرض. الروس لهم مواقفهم التي ينسقون من خلال مع النظام ومع الإيرانيين، بالإضافة إلى الأتراك يحاولون قدر الإمكان الاستفادة من الصراع الروسي الأمريكي بالمنطقة. الأمريكان لهم بتواجدهم مع قوات سوريا الديمقراطية، مع دعم عربي خليجي سعودي تحديدا، مع مصر طبعا التي تقود فترة كانت تقود الصراع العربي للصراع. لكن بالأخير سيكون الحل على طاولة المفاوضات بين كل هذه الدول الفاعلة في الملف السوري. لكن غير مستبعد أو لا يمكن استبعاد أحد السيناريوهات أن يتم التوافق بين الدولتان السياديتان الأمريكان والروس
على نوع من توافق مصالح داخل المنطقة وإخراج عدد من الدول الإقليمية مثل تركيا وإيران. هذه إحدى السيناريوهات، لكن بالأخير لا يمكن إغفال وجود مصالح لعدد من الدول الإقليمية والدول العالمية للمنطقة، وبالتالي لابد من الجلوس إلى طاولة الحوار. لكن بالأخير إن لم نصل نحن السوريين إلى قناعة ثابتة، قناعة راسخة بأنه لا يمكن حل الإشكاليات أو لا يمكن حل المعضلة السورية أو المقتل السورية دون التوافق الوطني الحقيقي على برنامج سياسي يخدم كل مكونات المنطقة، يخدم كل شعوبها، كل أطيافها. لا يمكن التنبؤ بحلول قادمة أو آفاق سياسية قادمة بالمستقبل للأسف. طيب أستاذ بير، أنت تطرقت إلى أن الحل يجب أن يكون عن طريق المفاوضات، يعني بعد إعلان قسد النصر على داعش شرق سوريا، ما مدى تأثير ذلك على وضع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية في طاولة المفاوضات المقبلة؟ أعتقد وخلينا نكون يعني متأكدين من قضية جد مهمة. نعم. الإدارة الذاتية باتت واقعا أو باتت كيانا سياسيا يجب أن تعترف فيها، ليس فقط دمشق وإنما حتى الدول الإقليمية كتركيا وإيران وغيرها. الإدارة الذاتية هي جزء من المشروع السياسي القادم لكل سوريا. يعني سوريا لن تعود الدولة المركزية الواحدة ذات العلم وذات الحزب الواحد وذات الحاكمية الأوحد بالعقلية العنصرية في إلغاء الآخرين إن كانت أطياف سياسية أو دينية أو مذهبية أو أقوامية. هذه العقلية القديمة الذهنية البعث، خلينا نكون صريحين، غير مقبولة بالمرحلة القادمة، بالتالي لابد من وجود شراكة حقيقية بين كل المكونات. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن القبول بالرؤية التركية باحتلال جزء كبير من الشمال السوري أو كل الشمال السوري ووضعها تحت الوصاية التركية. هذه لا يقبل بها لا سوريا ولا دوليا ولا إقليميا. بالتالي لابد من خيار السياسي، لابد من وجود كيانات موازية، ليس كيانات موازية للدولة إنما كيانات مكملة أو كيانات فرعية لداخل الدولة السورية تكون المركز بدمشق، لكن الكيانات الإقليمية أو الكيانات الإدارات الذاتية جزء من الحل السياسي القادم لكل المشروع الوطني السوري. طيب أستاذ بير، نبقى يعني في ظل التحذير الأمريكي لتركيا، يعني باعتقادك أنقرة كيف ستنظر إلى هذه التحذيرات، مع يعني هل ستأخذها على محمل الجدوى مع العلم أنها جاءت أيضا مزامنة مع تحذيرات أخرى لإخراج تركيا من حلف ناتو إذا امتلكت صواريخ S-400؟ إذن الضغوط تتزايد على تركيا. تركيا فهمت اللعبة جيدا من الأمريكان. الأمريكان علينا أو الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي فقط تضغط على تركيا لمسألة صفقة الصواريخ أو مسألة حتى الإفراج عن بعض المعتقلين الذين يحملون الجنسية التركية والعاملين في السفارة التركية. الأمريكان يضغطون على تركيا لكسر أو لإفشال الحلف الروسي الإيراني التركي، وبالتالي تركيا فهمت اللعبة جيدا. هي بالأحرى واقعة بين 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 المطرقة والسندان كما يقال. يعني من جهة إن رضخت للشروط الأمريكية وخرجت من الصفقة أو من عقد الصفقة الروسية للصواريخ والمفاعل النووي، فبالتالي الروس سينقلبون عليها وربما يخرجونها من كل الشمال السوري. وإن بقيت في حلفها أو في علاقتها مع الروس وفي صفقتها سيكون هناك الضغط الأمريكي وربما إخراجها أو إخراجها من الحلف الناتو، ليس فقط حلف الناتو، وربما تكون لها فعلا تداعيات كارثية كما هدد بها بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن يكون نهاية الحكومة الحالية حكومة العدالة والتنمية ونهاية للكيان التركي. يعني تركيا قائمة كدولة قائمة على الذهنية الكمالية التي ألغت كل مكونات تركيا الأخرى. يعني هناك مكون كردي يشمل أكبر جغرافيا كردستانية محتلة من قبل الدولة التركية، بالتالي تركيا ستعيش هي الأخرى ربيعها إن كانت ربيع اقتصادي أو سياسي أو خلال المرحلة القادمة ربيعا شبيها بربيع الدول العربية، بالتالي تركيا مهددة من الروس جهة ومن الأمريكا من جهة أخرى. في هذه النقطة أستاذ بير، يعني أنها مهددة من الروس من جهة ومن الأمريكان من جهة، يعني هل تركيا الآن هي تحاول أن تبقى متمسكة بملف شمال غرب سوريا، أقصد هناك في إدلب وما حولها، وفي الوقت نفسه أيضا تسعى إلى لعب دور في الشمال شرق سوريا ولو أن تحتل مناطق من هناك؟ إذا يعني هل تسعى تركيا أو تحاول مسك العصا من الوسط كما يقال بين السياسة الروسية التركية وبين السياسة التركية الأمريكية؟
هي فعلا تحاول أن تمسك العصا من الوسط أو من المنتصف، يعني تحاول من جهة إرضاء الروس بعقد عدد من الصفقات الأسلحة معها، كذلك بنفس الوقت تحاول إرضاء الأمريكان من خلال عدد من خلال وجودها حتى كعضو بحلف الناتو، وكذلك تقديم خدمات للأمريكان بكل منطقة وعلاقات جيدة مع الكيان مع الإسرائيلي مع الدول الإسرائيلية. يعني هناك صفقات أسلحة كما أيضا مع الأمريكان، صفقات F-35، وأمريكا حاولت قدر الإمكان أن تسحب الأتراك من الحلف الروسي، لكن تركيا بهذه اللعبة أو اللعبة بين الكبار دائما ليست حالة سليمة، أو ليست دائما لها نهايات إيجابية أو سليمة. في مرات قد يقع اللاعب الذي يتقن اللعب على عدد من الحبال وينكسر الرقبة كما يقال في لعبة السيرك. يعني تركيا بلعبتها على الحبل الروسي الأمريكي أو بلعبها في الوسط بين اللاعبين الكبيرين قد تذهب بين الأرجل وتكون نهاية الحكومة العدالة والتنمية ونهاية الدولة والكيان التركي. تركيا لذلك تحاول قدر الإمكان أن لا تصعد، هي تلعب سياسة عرف بها الرئيس السوري السابق حافظ الأسد عندما وصفها كيسنجر بأنه يذهب إلى الحافة، يعني سياسة الحافة. هو فعلا تركيا تحاول دائما اللعب بسياسة ما تعرف سياسة الحافة، أن تذهب إلى الحدود الأخيرة، لكن عندما تكون هناك ردود جادة أو هناك تهديدات جادة كما فعلها الروس أو بوتين خلال إسقاط الطائرة الروسية قبل فترة أو قبل سنتين، وجدت تركيا هناك تهديدات روسية حقيقية بضربها في العمق، لذلك تنازلت عن كل الكرامة التركية وذهبت إلى الروس راجية أن تعيد نوع من العلاقات، وستعمل مع الأمريكان كذلك. لكن بالأخير تركيا لا يمكن أن تفوز بالملعبين أو أن تفوز بالكرتين بنفس طيب الوقت. أستاذ بير، يعني في ظل هذه التهديدات والتحذيرات المتكررة من قبل واشنطن لتركيا، واشنطن على ماذا تستند يعني في تهديداتها بهذه اللهجة عفوا يمكن أن نسميها قوية ضد تركيا، وهي حلف أساسي في الناتو، تركيا أقصد؟ أعتقد أنه الأمريكان لهم عدد من الأوراق القوية على تركيا. أولا الورقة الاقتصادية يمكن أن تلعب دورا كبيرا، يعني تهديد وحيد أو تهديدا من ترامب جعلت من الليرة التركية تسقط في تفقد نصف قيمتها تقريبا، يعني نعم صحيح. كذلك هناك الملف القبرصي، ملف الصراع مع اليونان، الملف النفطي. يعني خلال الفترة الماضية شاهدنا الدول الأربع الخمس التي اجتمعت في مصر لنوع من الشراكة على التنقيب والبحث وشراكة في مسألة النفط. يعني هناك كذلك هناك الملف الكردي، ملف قوات سوريا الديمقراطية، هناك عدد من الملفات الأمريكية القوية أو التي بيد الأمريكان يمكن أن تهدد بها تركيا وأن تضربها بالعمق. كذلك ملف المعارضة بالداخل، المعارضة التركية قوية، ورأينا خلال المرحلة الأخيرة قد فازت بأكبر المدن في تركيا. إذن حزب العدالة والتنمية ليست بالقوة الحقيقية التي تدعيها أو يدعيها أردوغان في تهديدات. نعم أستاذ بير، يعني في هذه النقطة أنت تطرقت إلى الانتخابات المحلية التركية، يعني تركيا كما شاهدت وشاهد الكل أنه خسر أهم المدن في تركيا، الآن كيف ستنعكس خسارة أردوغان لهذه المدن؟ وهذا يدل طبعا خسارته هي جاءت بسبب تراجع شعبية أردوغان، كيف ستنعكس تراجع شعبية أردوغان على السياسة الخارجية ومغامراته أيضا الخارجية لأردوغان؟ يعني راح نعيد الدخول، لأنه رغم كل مغامرات أردوغان وكل مغامرات حزب العدالة والتنمية، لكن هناك ما يعرف عن أردوغان وعن حكومة العدالة والتنمية رغم كل إدعاءاتها بمسألة الإيديولوجيا الإسلامية ومسألة الإسلام الراديكالي والتنسيق مع الإخوان المسلمين، لكن تبقى سياسات حكومة العدالة والتنمية سياسات براغماتية فعلتها مع الروس، فعلتها مع الإسرائيليين خلال الصراع أو خلال الخلاف الإسرائيلي التركي بتنازلت للإسرائيليين، ستفعلها في الملفات القادمة ومع الأمريكان ومع في كل الملفات. لكن رغم كل ذلك أمام تركيا بقناعتي هناك عدد من الخيارات، وأكثرها حسما أو أكثرها يمكن ترشيحا في المستقبل، إما أن تتقرب من المعارضة الكردية، أن تتقرب من حزب الشعوب الديمقراطي لإيجاد حلول حقيقية للملف الكردي، بالتالي تكون بداية لحل سياسي واقعي حقيقي لكل الملفات العالقة بتركيا من اقتصادية من سياسية من أمنية، أو التصعيد باتجاه الخارج، يعني خلال تصدير مثل ما يقال تصدير الأزمات الداخلية خلال
صراع فتح صراعات جديدة مع الدول الأقليمية، مع المناطق الخارجية، وتحديدا مع مناطق شرق وشمال سوريا والمناطق الإدارة الذاتية. عندما تفتح هذه الجبهة بقناعتي ستكون الجبهة تفتح الكارثة على كل تركيا وعلى كل منطقة، وربما المنطقة كلها تدخل في حروب أقليمية، ليست فقط الأمريكان يمنعون أو التحالف الدولي، هناك إيران الدولة المتحالفة مع تركيا ومع هي الأخرى ستكون في مواجهة تركيا بامتداد تركيا على كل الشمال السوري. المحلل السياسي بيير رستم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من سويسرا. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا نتابع المحور الثاني بعد الفاصل.